أتاكم حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نظمه ونظامه، إذا سمعته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى عناؤه. وكلما انتشر القرآن في قلوبنا وتمثل أو ترجم في واقعنا، جاءنا اللطف وجاءتنا السعادة في الدنيا والآخرة. أنتم الذين تحفظون القرآن الكريم كاملاً، تجودونه وترتلونه ترتيلاً، وتشجيعاً منا لحملة القرآن الكريم على التعلق بكتاب الله العظيم، لنحفظ أبناءنا، ولكن كذلك ليهتم الكبار والنساء والرجال بهذا القرآن الكريم. سنكم لا يتجاوز 15 سنة، ذكراً كنت أو أنثى، شاركوا معنا في مسابقة مزمار داود المستقبل. راسلونا بسياركم الذاتية عبر العناوين التالية، كما راسلونا إلى ذات الإيميل بتلاوة قرآنية لسورة الضحى من صوت المشترك بالمسابقة. أنتم يا براعم القرآن، يا من اصطفاكم الله لحفظ كتابه، الشروق تمنحكم هذا الفضاء للمنافسة، جوائز قيمة وهدايا ثمينة في انتظاركم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. معا لنربي هذا النشأ على كتاب الله تبارك وتعالى. مزمار داود المستقبل قريبا على قناة الشروق.